أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف خلالها المهندس رياض الأسعد. أستاذ رياض، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني خلينا نستغنم هذه الفرصة لقراءة، نحن وياك وحضرتك كنت ضمن الأشخاص أو الشركات التي قدمت مناقصة لحل قضية النفايات. اليوم بعد هذا المشهد المقزز والفيضانات المليئة بالنفايات التي اجتاحت غالبية المناطق في لبنان، علما أنه الرئيس تمام سلام قال أنه هذه صور مفبركة، بغض النظر عن الفبركة، بلاش عنا هو عظيم. شو هيدا المشهد؟ ليش وصلنا اليوم نحن ب 27 تموز أغلق مطمر النعمة، اليوم نحن 27 تشرين الأول، ليش حتى اليوم سقطت مشاريع ويعني وأقرت مشاريع وحتى اليوم لم ينفذ أي شيء؟ هو أول شيء هذا عنوان فشل النظام السياسي، لما التوافق السياسي غير موجود على المستويات العليا تتضارب كل المستويات وبصير الفشل عمودي وأفقي، ولأنه الطوائف ما فيها تتعاطى مع بعضها إلا ما تأخذ من بعضها راح يكون الفشل واضح، بحيث هلا عم بتشوف انه في زباله شيعيه وزباله سنيه وزباله بيروتيه وزباله جنوبيه وما اليه، وعم نشوفها اكثر واكثر واكثر. ليش هو مش انا؟ ليش هو مش انا؟ طيب، اما عنوان مطمر النعمه، انا نظري هو عنوان فشل الجمهوريه الثالثه اللي طلعت بعد الحرب، اللي هي اجت قالت لك انه تفضل هذا البلد قائم على هالوعود السرمديه الحلوه كثير، شلنا ونظفنا بيروت بس ما عرفنا وما سألنا وين راحت الزبالة، سنة ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة غنيوا وشبعوا وغنيوا وشبعوا وصناديقهم السود، وبالتالي صار عندهم حصانة صناديق سود وصار عندهم حصانة معينة، فكروا انه رح يضلوا الواقع عم يتجدد لهم، ولذلك مطمر النعمة كان هو عنوان الصفقة السياسية على هالبلد. لما صار في تجاذب سياسي مين بده ينتج أكثر، وقفت الصفقة، انهارت الصندوق، انهار اللي كان عم يتجدد له أي شركة سوكلين، الزبالة بالبلد. هلأ لحتى تشيل الزبالة من البلد بدك توافق سياسي. طيب، بس المضحك بالأمر هذا كله أنه بغياب هذا التوافق السياسي شو بنعمل بالناس؟ ما حدا عم بيحكي عن الناس. طب حكيت عدة عناوين وأشرت إلى ولمحت إلى عدة تلميحات لكن لم تشر بالأصبع. يعني أي أصبع بدك؟ عظيم، حكيت بالمطلق. لا أبداً. نحن هود الناس بيعرفون انه بالمطلق، لا ابدا، حكيتهم مين توافق مع مين، سوكلين لمين دفعت، مين اللي سكر النعمه، مين فتح النعمه، قديش انقبض الصناديق السود، وين راحت. هلا سايبه الام تي في بعيده عني هالايام، ما بعرف ليش، علما انا ماني بعيد عن حدا، ولو موجود عنا هلا اليوم. بس الحكي هذا انحكى، انا حكيت عن الصندوق الاسود، اولا حكيته على الفيسبوك تبعي وحكيته على كل الشبكات الاعلاميه، تلفزيون مرئي ومسموع، وقلت انا الصندوق الاسود طلع بمرحله من المراحل كان لخدمه اشخاص بتيار المستقبل، اولهم فؤاد السنيوره وثانيهم شخص ثاني وثالث، وسميت اساميهم وقتها. انما الصندوق الاسود مثل ما هو صندوق اسود لجهه سياسيه معينه، ما في كمان صناديق سود وبيض وحمر من كازونيات لمجالس لشركات لكهرباء لخوات ما اليه، موجوده وين ما كان، وانا جاهز اقول لك اي قطاع بقول لك مين بيسيطر عليه وما عندي شيء مخبى. الموضوع الصندوق الأسود هو موضوع طبيعي بهذا النظام السياسي، أنه أنا بدي مول عمل السياسي بدي يجيبه من محل. الآن الحاجة لها الصندوق الأسود أكثر وأكثر بعز التعثر السياسي المالي اللي عم تعيشه هالمجموعة. طيب، ولذلك مرق تجديد لسوكلين 18 شهر 100 مليون دولار كأنه هيك، وأيضا كمان أحد المقاولين التابعين لنفس المجموعة هو عم بيجهز إصرار وبيدير إصرار جهاد العرب. طيب، فإذا أنا بحكي لك القصة مثل ما هي وحاكيها. المحاصصة السياسية بهالبلد قالت انه الزبالة هي تابعة لهذه الناس، بالتحديد كانت تابعة لإدارة فؤاد السنيورة، وقلت بمرحلة المراحل كان سهيل البوجي متهوم فيها وشخصين، وسميتهم فرسان الهيكل الأربعة وسميت الصندوق الأسود. أنا سميت هالشيء مش لأنه عم اتكهن أو تحليل صحفي، بل لأنه أنا عندي معلومات إجتني من أشخاص من داخل سوكلين أنه نحن يا أستاذ رياض اشتغلنا ضدك بالانتخابات بأمر من هالصندوق، وهذا الصندوق ايضا هو كان يروح ويدفع خوي يدفع برطيل لوزير معين او لنائب معين، وبينجح بكل المرات انه يمرق رؤساء بلديات ونواب. طيب، فاذا هذا الامر الان صار عم ينحكى عنه،
واللي عم ينحكى عنه أكتر وأكتر أنه صرنا نعرف قد ايش سعر سوكلين بالتفصيل الممل، صرنا نعرف شو بتعمل سوكلين، وبالتالي صرنا ما بنقول أنه لا والله سوكلين عم تشتغل كتير منيح، صرنا عم نقول أنه سوكلين سرقتنا. طيب هلأ البدائل مش أحسن على فكرة، لما بنجي بنقول إصرار ومنقل عصرار والمعالجة عصرار صار سعر سوكلين أعلى بكتير. طيب فإذا الفضيحة الكبرى اللي كانت هي كل الناس مشاركة فيها من 8 و14، أنا مرة عملت دراسة أنه كل النواب 8 و14 مشاركين بسوكلين، مشاركين بالتمديد ومشاركين بالخدمات ومشاركين بكل شيء. وقعت سوكلين كان في لعبة أنه ما رح توقع سوكلين، وبالتالي نلعب الشنتاج أنه يا بتمددوا لسوكلين يا زبالة على الطرقات، زبالة على الطرقات على أساس في مناقصات. اكتشفنا أن المناقصات بدفتر الشروط معمولة وملغومة بهدف إرجاع سوكلين. طلعت قلت باكرا ما قبل الحراك، انا من 8 اشهر قلت انا رح اترشح على مناقصه سوكلين ورح احط سعر اوطى من سوكلين بتقنيه اعلى من سوكلين، وتفضل سوكلين اشتغل مثلي. المفاجاه الكبرى كان انه انا ابعدت عن بيروت، والمفاجاه الثانيه كان في تسخيف للعرض اللي عملناه، بحيث قارنوا نحن شو مقدمين رولز رولز للمعالجه مقابل فولكسفاجن للتمر. هلا المفاجأة الأكبر اللي أنا متفاجئ فيها، فجأة كل النظام السياسي بما فيه الحراك حاليا مش عم بيحكوا عن المعامل الفرز. هلا الحكي هو يا بنبعت عسرار أو على عنجر وسبعة أيام على النعمة يا بنرحل. بينما صار مار الشهر الرابع نحن كنا حاطين كفالات $7.5 مليون إنه بست أشهر و 18 يوم أول معمل فرز بيتركب بالعمروسية، بثمان اشهر و15 يوم بيركب تاني معمل بالكارنتينا، وبالتالي نحن ازمه بيروت خلصنا منها ب 5% ردم. ولما الوزراء ناقشوا هذا الموضوع احدهم قال لو اجى ملك السويد وقال لي انا انه في 5% او 10% عوادم انا ما بصدق. بعثت له دعوه له ولملك السويد، وباعتبار المعمل باسبانيا ولملك اسبانيا وباعتبار عنده كثير مرافقين ولمرافقينه يجوا يشوفوا المعمل اللي هو عم بيعمل حاليا 4% عوادم ونزل 3% عوادم. فاذا تم تعميه الراي العام وتم تفشيل المناقصات وتم اظهار انه هذا الحراك هو حراك ولادي عنفي عبثي، والان بدنا نحكي بدوله والدوله مش موجوده، ولذلك المزابل والمجارير رح تضل قائمه على الطرقات لانه حقيقه. طب ليش السياسي استاذ رياض ليش سقطت المناقصات ب 24 ساعة؟ علما انه دفتر الشروط كان انحكى كثير انه دفتر الشروط مش دفتر شروط علمي، وحضرتك وصفته انه كي تسقط المناقصات وملغوم حتى تعود سوكلين، لكن بالسياسي لماذا سقطت هذه المناقصات ب 24 ساعة؟ سمعنا قبل بنهار معالي الوزير التربية يقول مناقصات رائعة بتجنن ما نحل قضية النفايات، ثاني نهار طلب من الحكومة أن تلغي المناقصات وليس أن تراجعها. كانوا عم أعلن أسعار كتير عالية، علما أنه رجعتوا قلتوا أنه أسعارنا مش هاي أسعارنا، صار في خلط بالأسعار وجمعوا طرحوا. خليني أوضح، أول مين طلب بإلغاء المناقصات؟ أنا مزبوط من درج مجمع الأعمار. مزبوط. قلت أنا مزبوط. أنه في شكليات مش مقبولة وفي أسعار مش مقبولة، وأهم من هيك أنا بنظري أنه هذا الموضوع إذا ما رح نعالجه الآن لازم ينلغى. وبعد ذلك الساعة 8 طلعت قلت مرتين على الـ LBC لازم تنلغى، بس ما قبل تصريحي طلع أحد الوزراء بأثناء فتح العروض طلع هيك بلا ما يدرس أسعار قال عم نترحم على سوكلين وينه ميسرة. كيف هالحكي هيك؟ ففهمت أنا دغري أنه كان يراد بنا أنه نحن نكون استعراض لعملية تفشيل أي خيارات أخرى غير التمر حتى يستمر التمر، بس التمر مش الخيار مش القدر اللبناني. الطبقة السياسية بدها محارق، المحارق عليها كوميسيونات، المحارق حتكلفنا 800 و900 مليون دولار، المحارق عليها سمسار 2-3 موجودين الآن ضمن التركيب السياسي، ووكلاء تلك الشركات هم بدهم يشتغلوا مع الواقع السياسي الحالي ليأخذوا وكالات المحارق. إذا فشلوك، رجعوا سوكلين من الطاقة، رجعوا أزلامهم بطريقة أخرى أنه هني مقاولين عندهم كميونات، والآن عم بيحطوك قدام خيار ما في إلا التمر. طيب
رفضت المناطق التمر بحجج طائفية مذهبية لأنه ما في توافق سياسي، شو بدنا نعمل؟ بتضل زبالة على التراب. طيب أستاذ رياض، الحراك المدني أول ما تحرك تحرك ضد المناقصات، صح مظبوط، واتهم اتهمت أصحاب الشركات، اتهم أصحاب الشركات أنهم عندهم دعم سياسي من قبل القوى السياسية لخصخصة قطاع النفايات. الحراك اللي عم تحكي عنه حضرتك هو اللي اتكلت عليه الحكومة لإسقاطكم. لا، من نظر الحكومة ما اتكلت عليه، لا الحراك بعده حتى اليوم نحن نجحنا في إسقاط المناقصة. لا، ما في شك انه 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 اللي 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 سقط المناقصة عوامل عديدة، اهم عامل هو انه الحكومة ما بدها المناقصة، مش الحراك. الحراك واضح انه هو لما شاف شو المناقصات وشو تركيبة المناقصات فهم انه الاسعار تبع السوكلين واسعار المناقصات مش هي مقارنة مع بعضها البعض. بس بالنسبة للدعم السياسي، انت عندك شك انه في شيء بلبنان بيصير بلا دعم سياسي، بلا رضا سياسي، بلا عدم ممانعة سياسية وكوميسيون واوقات كوميسيون او شراكة او خوة، يا ريت كوميسيون، خوة احلى، عدم الكوميسيون بكون عم يسهل لك الاشغال، خوة عم بيصعب لك الاشغال. انت بتشك اذا عندك هالمشكلة، كان عندنا مشكلة بفهم لبنان من كهرباء لزبالة لمطار لخدمات لمجالس لصحة لكله، كل النظام السياسي محاصص هالبلد ومؤكد محاصص الزبالة، وسوكلين كانت هي جوهر هذه المحاصصة. هلا لما انقسمت كل واحد هاتف عليها، صحيح، وكل واحد بده اياها، صحيح، بس ايضا كمان في اشخاص كان عندهم رؤية ما اكثر من ذلك. في اشخاص كانوا عم بيقولوا مش بكفي انه نحن توقع بقرة سوكلين لنقطعها، لا، بدنا خيارات تانية بديلة. الخيارات التانية البديلة كانت جزء منها المناقصات، كانت جزء منها التقنيات متطورة، كانت جزء منها انتاج طاقة متطور. هذه خيارات حقيقية. هلا اذا بدك تحط لها قناع سياسي او قناع العلاقة او قناع المونة فيك تحط، بس الواقع ما تحت القناع وما حول القناع هو عرض تقني محترم بيطور بالعمل البيئي، بيعطيك طاقة وبيدخل وعي سياسي بيئي معين إلى الناس. يعني مثلا الحراك مشكور فوت على الناس موضوع الفرز، صارت الناس عم تحكي بالفرز، الناس صارت عم تحكي بخيارات بيئية تانية. هلأ شو إمكانيات؟ أنتوا كنتوا عم تحكوا بالفرز، نحن يعني الفرز معلش كان بلش الناس تقتنع بالفرز قبل الحراك. هلا الحراك استفاد من الإعلام، لكن الحراك عم نحكي أنه أول من حاربكم لدى الرأي العام هو الحراك، واتكلت عليه الحكومة. لا شك أن الحكومة كان بدها تسقط المناقصات، لكن إجا شيء ساندة يعني. أنا بالنسبة لي الحراك ما حاربني، أنا بالنسبة لي خدمني، أنا جزء من الحراك وبقول لك يا مرة واثنين وثلاثة. وإذا في ازدواجية مشكلته مش مشكلتي، بالعكس دائما معه بمظاهراته باعتصاماته ما قبله وما بعده، دائما أنا موجود. أنا بنظري لازم يكون في اعتراض على هذا النظام السياسي بكل مفاصله، وخصوصا بالمفاصل المطلبية. يعني امبارح طافت الدنيا، حدا حاسب، حدا قال مثلا بده يستقيل الوزير غازي زعيتر، ليش الحراك ما حكى هالحكي؟ أنا عم بحكي هالحكي لأن أنا عندي معلومات بتقول وين تم تنظيف المجاري، وين ما تم التنظيف، وين الصفقة صارت. طيب لذلك الوزير زعيتر عم بيقول إنه فرق وزارة الأشغال قامت بشغلة، لكن حجم النفايات أدى إلى هذه الفيضان. أولا فرق وزارة الأشغال ما قامت بشغلة، حقيقة صار في نفايات وأعاق كتير من الأشغال اللي عملتها الوزارة، بس الأحد ما قامت بشغلة، وفي مناطق ما فيها نفايات وطافت، وفي مناطق ما تنظفت لا اليوم ولا مبارح ولا أول مبارح ولا من سنة، ونحن بنعرفها ونحن بنعرف كل التفاصيل وجاهزين، مش بس جاهزين بالصورة، جاهزين بالصورة وبالمراسلة، وأيضا نحن جاهزين أيضا بحفظ حق العام. لذلك ما حدا يقول أنه عملت ما، أنا قلت وبتهم أنه في تقصير واضح، بس اتركني من التقصير. طب مرة اثنين ثلاثة سنة اثنين ثلاثة، ما نحن بنعرف وين بتطوف، نحن بنعرف شو المشكلة. مطاف هالسنة تونيل المطار، تونيل المطار ما طاف لأنه نحن عم نهتم فيه، بس نحن تم إزالتنا عن مشاريع الصيانة، ما جزء من النظام، بدك تحكي ضد النظام بدك تدفع ثمنه. نحن عندنا موقف واضح من زمن مناقصات
النفايات أخذ قرار النظام أنه يقصص لي جوانحي، هو عم فكر هيك، فألغى مناقصات الوزير زعيتر اللي كنا فيها بيروت الجنوب، مأكد أعطاها لجهاد العرب، الوزير السوبر المقاول السوبر محسوب والله عاطيه وبحبح له. وثانيا ألغى لنا مناقصة ربحنا عليها بشورة الدولة بعدلون. وثالثا بلدية بيروت كمان ما بدينا نشتغل، كمان ألغتنا مناقصات. فإذا نحن بهذا الموضوع نعرف موضوع تونيلات بيروت، بنعرف أوضاع الشبكات، ولأنه نحن عم نشتغل بمطار بيروت منعنا أن نطوف منطقة مطار بيروت. طيب عم نحكي عن القناع وما تحت القناع، يعني جهاد العرب كان إحدى أحد المناقصين أو الذين كشركة يعني كلام الحراك كان على حق عندما قال أن هذه الشركات مدعومة سياسيا، من كان في تقسيم للجبنة لهذه الشركات بين القوى، بين مش كل الشركات، لا ليش لا عم نفصل مش كل الشركات، يعني حضرتك مع مين كان بالسياسيين؟ لا أنا الحمد لله مني مع حدا، لو مع حدا ما كنت بهالواقع الصعب اللي بيلغولي مناقصات وما بيدفعوا لي مستحقات وبيحطوني كل يوم قدام المطرة أو الزميل، مش هذا الموضوع. أنا عندي صداقات بتبلش من السيد حسن توصل لولي جنبلاط، نزول لميشيل عون، طلوع لمين ما بدك، ما عندي مشكلتها هاي، مش عم نحكي بالمستويات. الحمد لله صداقاتي معروفة وخصومي معروفين مني، مش قصة هالموضوع هذا. أنا حياتي كلها عملتها بعرق جبيني، مش مستعد شارك حدا عظيم. لكن الشركات مش كلها كانت مدعومة لا سياسيا، لا في مثلا شركات أنا طيب إذا كانت مدعومة سياسيا، لا بعطيك مثلا بطريقة غير مباشرة. أنا رياض الأسعد صار لي واقف ضد المنظومة السياسية بالجنوب من سنة 93، من سنة 98 لغاية الآن ما بقدر أشتغل بالجنوب، مسكرين الجنوب. فإذا إذا أنت ما عندك رضا القيمين على الجنوب بتدفع حق غالي، هاي عم بحكيك إياها بطريقة غير مباشرة. فيك تفوت على الجنوب؟ لا، مين بيقدر يفوت على الجنوب؟ على المحسوب على الجنوب. فيك تفوت على بلدية بيروت؟ بتحديك أنا حدا يجي ينزل على بلدية بيروت يشتغل غير ما يكون موافق عليه من طيار معين. أنا هلا بقول لك إياها، وعملنا دعوة، هلا عاملين دعوة على بلدية بيروت بهذا الموضوع أو بمناطق تانية. فيك أنت تطلع تشتغل مثلا نقول بمنطقة ببشري إذا كنت أنت تابع لحزب الله؟ شو عم تحكي؟ يعني في محاصصات مناطقية وسياسية. معلوم، بس أنا عم بجي بقول لك إنه نعمة فريم ما كان محاصص حدا بالإذن عنك. نحن منا أنا ما عم بتهم أصلا لا نعمة. أنا عم بقول لك يعني أنا عم بقول لك في شركات ما بتقدر تشوف. شهادتي مجروحة يعني. ماني عارف، وصديقي وحبيبي ونحن بالمجموعة الأولى اللي درست خيارات الأخرى غير التمر والترحيل وإليه. ونحن من أول يوم كنا عم نقول له نعمة هيك الطريق، لازم نحن قطاع خاص نفرجي هالدولة ونفرجي القطاع العام كيف فينا نحن بإرادة معينة بتضحية مالية وبتضحية بوقتنا وبعائلتنا نقدر نثبت خيارات. لن يصلح ملف النفايات إلا مع القطاع الخاص. لا هون لازم نعرف شغلي، عمل الضب الجمع والنقل لازم يكون من سلطة البلديات، هي بتعرف امتى تضب، هي بتعرف كيف بدها تجمل، هي بتعرف كيف بدها تكنس. يعني عم نحكي شراكه بين القطاعين. لازم يكون في مراكز انا بسميها ريجنال، يعني مستوى قضاء اكثر من مستوى قضاء، اقل من مستوى محافظه، قطاع خاص مفتوحه هي بتعالج. بدك انت تروح تعالج عندها بتعالج، بدك ما تعالج عندها بتروح تعالج غيرها، تفتحها تعمل منافسة حقيقية وبتحط معايير بيئية، بتقول انا بدي هالقد فرز، بدي هالقد ار دي اف، بدي هالقد، والباقي هو بيشتغله. وخليني اقول لك اكثر من هيك، اللي بيفرز اوكي اذا انت طالب منه تدفع له حق الفرز المنتوج لك، اما اذا ما بتدفع له هو بياخذ الفرز هو بيبيع. فاذا انت كمان فيك تعمل ريجنال وتقبض حق الزبالة كدولة لبنانية بدل ما تدفع. وخليني أكثر من ذلك، نحن عندنا منجم اسمه النعمة، نحن لما كنا عم ندرس دراساتنا قعدنا سنتين نبرم ونروح ونجي، مش مثل الصفقات السياسية صارت على غير شركات، تعا أنت نقي، لا أنت نقي. إيه؟ قالنا واحد، قالنا طيب شو ناطرين؟ في مكانات بتفوت على معمل النعمة على أرض النعمة بتشيل كل الزبالة بتعربها من أول جديد بتعملها طاقة، الزبالة صارت طاقة. نحن في شيء اسمه كب النعمة في 12 مليون طن، ما بعرف شو نوعيتهم بس بنعمل، نقدر نحن نستخرج طاقة منهم. ولذلك طب بالخطة الجديدة تبع الوزير الشيب كان هناك وعد بإنتاج طاقة من النعمة، صحيح شرط أن يفتح 7 أيام مع شرط. أنا بموضوع النعمة أرجع أقول لك، أنا طلعت باقتراح أنه ما زلكم هيك قلتوا 7 أيام، وما زلكم هيك
وافقت المنطقة على 7 أيام ولا يوم أكثر. وهيك هيك نحن الزبالة صارت هلأ وين ما بدك وبلش تصير بشكل أوبئة. وما زلنا بلشنا نشوف أنه ما في حلول بهالرجلجة ما بين إسرار وعنجر وصيدا وبرش حمود. افتح 7 أيام النعمة، خد كل زبالة بيروت على النعمة، سكر النعمة وبلش أهل فيه. التأهيل اللي عم بيقوله هو أنه نحن نعمل غاز الميثين، منحط غاز الميثين بطريقة معينة، يعني منطلع هالغاز منحطه بمعمل توربين بطلع كهرباء، صحيح؟ بس أنا عم بحكي بشكل أفضل، نحن منطلع الزبالة منفرزها من أول وجديد لأنه انطمرت كيف ما كان، منقصقصها منخمرها ومنرجع نحرقها. والحرق بصير مش الحرق العشوائي بحيث يكون في كل البولي إيتيلين وطلع لنا داي أوكسنز يعني سموم، بالعكس الحرق بيكون بعد فرز. هلأ هذا الحكي متطور علينا، الميثين هو طريقة حقيقية مطلوبة وفينا ننتج كهرباء. هلأ ما بعرف زحين شو كهرباء، حلقات ملفت انه اخذ اللي اخذ معمل الميثين هو سوكلين ايضا، لانه هو هم يضله قاعد على المعمل على النعمه وعنده عقد صيانه للمعمل على 10 سنين كمان. فنحن قصتنا قصه سوكلين طويله او افيردا او اللي اليه. بس الموضوع مش هون، الموضوع في عنا رؤيه حقيقيه لشو بدنا نعمل بزبالتنا، ما عنا بعدنا لهلا ما نعرف شو الخيارات. هل عنا نحن حقيقه خطه وطنيه؟ ما عنا. هل نحن عنا مكونات؟ هلا عم بيقولوا البلديات، اي بلديات بدك تدفع لها 1,300,000,000 لتعمل شو البلديات؟ بتعرف شو رح تعمل فيهم؟ رح تشتري ولاءات وتنتج نفسها من اول جديد بالانتخابات اللي جايه، ولقاء هالصفقه رح نرجع ننتج نفس السياسيين من اول جديد. البلديات ما عندها الكوادر الاساسيه بعد الفنيه والتقنيه لتقدر تفوت بهيك عمليه معقده، غير انه ما عندها الارض وما عندها وما عندها. لذلك بده يصير في مشاركه طبيعيه بين الدوله، بين القطاع الخاص وبين القطاع العام على مستوى البلدي مطلوبة. إذا ما عملنا هالخطة اللي فيها مشاركة بنكون خسرنا كثير من الفرص المستقبلية. يعني يقال أنه هالخطة الحالية هي كناية عن هذه الخطة يلي حضرتك عم تحكيها. الخطة الحالية يعني الخطة الحالية فيها غلط كبير. الخيار يا منرحل يا منطمر بانتظار الحرق غلط. الخطة الحالية أيضا عملية الترحيل عملية مش مدروسة. بس بدي أسألك سؤال، إذا ترحيل لوين؟ نعم ترحيل لوين؟ لا إذا قلنا الترحيل كانوا عم بيحكوا هلا ما بعرف، صرنا على سوريا، قبل كنا على أستراليا، يمكن نرمي كل مرة مرحل. كل مرة بيخلقوا لنا بلد بيقولوا يعني ممكن. نحن بنحب نرحل، يعني عم نرحل كتير أمور، مرحلين همومنا ومشاكلنا وما بنعرف نحلها. بس السؤال الأساسي، إذا بدنا نبعث على إسرار أو على عنجر، حدا درس عملية النقل؟ كم كميون وكيف الكميونات وين رايحين؟ في مع مرة قال شخص خلينا نبعثهم بالبحر، صرنا بالبحر، أو نبعثهم بالترين، أنا من اقتراح الترين لأنه عندنا ترين. بس الحل طبعا اللوجستيك يعني يمكن مش عارف انه واقف الترين صار له لا صدقني خط السكه وقطارات معينه ارخص من سنتين مع سوكلين صدقني. بس اذا بدك ترجع تاهل اذا بدي اشتري واذا بدي اعمل خط البنتران تبع جوني كمان ارخص لي من سنتين مع سوكلين. سوكلين بتعمل 150 مليون دولار تربح 70 مليون دولار بالسنه، هذا شغلي ست ايله مرتين ثلاثه واضحه. مستوى الربح اللي عم تعمله من عملية التمر تبعها غير طبيعية. لذلك اللي مرق وفات على هالصندوق الأسود 1,400,000,000 دولار أرباح غير طبيعي. شوف شو كنا عملنا فيه، كنا عملنا فيه بلد تاني صدقني بمنظومة اجتماعية متطورة جدا. التكلفة أستاذ رياض يلي وضعتها خطة الوزير الشايب السنوية، ما حكوا عن التكلفة، حكوا 180 مليون. ما حكوا عن صيدا، واكتشفنا انه بصيدا بدهم ياخذوا 93 دولار على الطن، وبدهم يكبوا لك بالبحر جنبك 35% من العوادم، وبده يكلفك النقل لصيدا 26 دولار والجمع 45، تطلع اكثر من سوكلين. هاي بنعرفها. عن برج حمود ما بنعرف، عن سرار ما بنعرف، عن عنجر ما بنعرف حقيقه ما بنعرف. طيب بالمتابعه اليوم وصارت واضحه جدا، لا مطمر في سرار من دون أن يقدم حزب الله وحركة أمل مطمرا في البقاع. هلأ أنا ما بعرف كيف انربطت هيك بالسياسي، أنا بنظري هذه لعبة سياسية من يعني عملية ابتزاز سياسي بين الأفرقاء السياسيين. ايه واضح. ليش حاطين ملف النفايات هالقد مضر لكل الناس، من رئيس حكومة
لعامة الشعب. مش متفقين على الجبنة، بس يتفقوا على المحرقة بيمشي فقط. محرقة. أنا هيك بقول لأنه في أمور معينة، أنه أول شيء كنا بعنجر، بعدين فوق عنجر، بعدين مياه جوفية، بعدين أرمن، بعدين رئيس الاتحاد غيرناه، جبنا واحد للمستقبل قال لا، بعدين عنا عكار طلعت ريحتكم قالت إيه، بعدين قالت لا، وما إليه. فتنا بتفاصيل معينة، علما أنه خليني أسأل أنا إهدن وزغرتها وين بتكب زبلتها الآن، وإصرار ما كان في مطمر قبل، ما كان في مكب قبل في طيب. 30 مكبات غير طريقة المعالجة غلط. لما أنا لما أكون واحد محروم قاعد بعكار، ما بشوف الدولة، ما بشوف الكهرباء، ما بشوف الإنماء، ما بشوف شيء الا وعود كل 4 سنين، هيدا اذا اجت الانتخابات كل 4 سنين. لما انا عم بشوف هالشيء هيدا، تيجي بتقول هاي 100 مليون دولار خد الزباله، شو هالكلام هيدا؟ هذا كلام مش مقبول. انا بدي اياك تيجي تقول لي هذا معمل فرز، هيدي طاقه، هاي طاقه، هاي كهرباء، هيدي معامل انتاجيه، هيدي برادات للخضره، هيدي مشاريع مي، هيك عكار معقول يتقنعها بالزباله؟ مش انه عكار ما بدها، مش انه عكار من طائفه معينه وغير من طائفه معينه، لا، لانه اجيت انت استعملت عكار كانه هي مكب للنفاياتك. نفس الشيء نحن عندنا بالمناطق الثانيه، ما فيك تتعاطى مع الناس هيك، في عمليه تثقيفيه مع تنميه حقيقيه، مش تنميه كصفقه. نحن عم نفوت بصفقة، بنشتري رئيس البلدية، بيجي المقاول المعروف، المقاول اللي بيشتري وزراء ونواب، عم بيشتري رؤساء بلديات هلا، بيجي رئيس البلدية ب 300 ألف هذا رأس مال، وهذا 100 ألف، وهذا 50 ألف، تتزبط القصة. طيب وبعدين؟ في شباب ما بقى يمشوا بهالحكي هذا، في مستوى من الوعي ما بقى يقبل بأنه أنت تعطيه اليوم وبس، بده بكرة بعد بكرة، أو اللي رح يركب السفينة من السرفاند أو من المنيا ويسافر على ألمانيا. وهذا الشيء اللي نحن ما عم نشوفه، نحن عم نسفر شخيرة شبابنا لبرا وعم نخلي زبالتنا جوا. خلينا نتوقف مع بريك قصير، مشاهدينا بريك قصير، ونعود إلى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم، ودائما ضيفي المهندس رياض الأسعد. دائما عم نحكي عن ملف النفايات، للأسف يعني نحن من 17 تموز حتى اليوم للأسف أنه بعد ما لقينا مخطط. الرئيس تمام سلام من نهار الخميس قد يستقيل أو قد ينتهي موضوع الملفات، يعني الحديت اليوم يبدو أنه الخطة منا ماشية لاعتبارات حكينا كثير عنها. المناقصات اللي حتى اليوم لم تلغى رسميا، قد يعود ملف المناقصات إلى الطاولة؟ أنا بالنسبة لي طلبت أنه أعرف شو صار بالمناقصات، لأنه نحن عندنا كفالات مالية بنكية كبيرة موجودة بالمناقصات، وعم تكلفني أتعاب شهرية لقاء إبقائها بدفتر المناقصات. لهلأ المناقصات بعد ما ألغيت. اثنين، إذا رجع المناقصات أنا كجنوب للإعمار وكشريك بشركتين مش رح ترشح على هالمناقصات ابدا، طالما دفعت الشروط بهالطريقه، طالما الجو السياسي بهالطريقه. ثلاثه، انا بدعي انه ينعمل مناقصه جديده بدفتر شروط جديد شفاف، وتعملوا جهه معينه خارج اطار المحاصصات السياسيه وخارج اطار العبثيه البيئيه اللي عم نسمعها من هون ومن هون. صار كل وزير وكل نائب وكل عسكري وكل انسان صار خبير بيئي، وهن البيئة هو علم بياخد وقت كتير لتتعلمه وبيخر كتير وقت لتعرف تحكيه وتتقنه. أوكي. هلأ بالنسبة لموضوع الرئيس إسلام، أنا نظر الرئيس إسلام كان أوعى واحد، أنا بعت مناشدة لإله يطلع يقول شو المشكل، يطلع يقول مين عم يفشل أكرم شهيب، يطلع يقول شو هي العوائق المحطوطة قدام الكل، والكل مساهم، وكلهم يعني كلهم، الكل مساهم. بس خليني أقول أيضا أكثر من ذلك، الرئيس تمام سلام مش معقول يكون كمان بس عم بيهتم بموضوع النفايات، في عنا ملفات كتير مهمة. إنما الفشل المريع بملف بسيط مثل ملف النفايات بيجعل من الأمل بأنه ينحل أي ملف آخر من شبه المستحيل، تمديد انتخاب، قانون انتخاب جديد، كله هذا مش حيزبط. طيب هذا مسكنات أو مواصفات الرئيس، صرنا هلا بدنا نحكي مواصفات الرئيس مع المقاومة أو ضد المقاومة، لا نائب النفس أو لا بحب ياكل بيتي فور أو لا هو مع فرنسا. على فكرة ما بعرف وين صار السلاح الفرنسي ولا الجيش اللبناني، هذه كمان سؤال. طيب بلي نحن ما بحاجة لسلاح الحمد لله، الله الله ومار جورج والإمام وعلي ومين كمان بدك، حامي لبنان، حامي لبنان. أوكي طيب، بس اترك الحكي كلياته. الرئيس سلام مطالب إنه يطلع يحكي الحقيقة، حتى لو ما بيقدر يقدم حل لازم يحكي الحقيقة، لأنه حتى الآن وبمساره الهائل
ما فات لا بمحاصصة مالية أو سياسية على حساب الحق العام أو على حساب صحة المواطن. لذلك أنا كمواطن بطالبه أنه حقيقة يطلع يقول المشكل هون 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 واللي سبب هالمشكل واحد اثنين ثلاثة. وإذا كان قناعته بتقول أنه لازم يستمر بيستمر، وإذا قناعته بتقول ما يستمر ما يستمر. أنا نصيحتي له ما لازم يستمر، لأنه حقيقة البلد صار مزبلة ومجرور طايف، وهيك أكثر من هيك يعني على الحكومة عم تشتغل بالحد الأدنى على الأقل تنشوف شو ما نحل بقضية النفايات، علما أنه الوزراء المعنيين بشكل مباشر غايبين عن السماء. إذا كنا عم نحكي عن نهار الأحد وهذه الفيضانات وزير الأشغال غير موجود، وفاق وزير البيئة بعد 3-4 أشهر أنه يطلع يقول أنه أنا حذرت بعد ما شفنا هذه الفيضانات ومنه موجود على يعني غير معنيين. حقيقة غير معنيين، معنيين بجيوبهم، معظم الوزراء معنيين بجيوبهم أو معنيين بتعليمات رؤسائهم، غير معنيين حقيقة. هم الناس مش موجود، مش فرقاني معهم. يعني لما بنجي نطلع نحن أنه أول ما رحنا كبينا قدام مطاحن بقاليان، هلا نحن شفنا قدام نهر بيروت، بس أنا بدي أسألك روح شوف قدام مطاحن بقاليان. مزبوط. مطاحن لبنان كلياتها مزبلة. وقال وزير الصحة أنه هذا الموضوع بيتحمل 20 يوم 30 يوم، طب صرنا 100 يوم. شو صار هلا؟ المنطقة هونيك ما رح لك الجردون وزنه 5.5 كيلو، بس رح لك انه الزبالة صارت كلياتها جرادين. طيب هيدي شو معناتها؟ معناتها كوليرا، معناتها تيفوئيد، ومعناتها مستشفيات. الحل بكره شو ممكن يكون؟ بتفتح مكب النعمة على 7 ايام، بتشيل كل مزابل بيروت وبتحط مناقصة حقيقية بظرف 15 يوم. بدك معامل فرز بتعطيك 5% نواتج. طب ليه رابطين فتح النعمة بفتح كافة المطار؟ هاي غلطة ارتكبوها السياسيين لتمريقها على الناس. أنا بنظري هيدي إلى علاقة بالطائفة أو إلى علاقة بالسياسة؟ إلى علاقة بتلازم المسارات الطائفية المناطقية. هكلي بحكلك، افتح أنت بفتح أنا. ليش الشيعي ليش السني ليش الدرزي؟ يعني نحن بتمر الشتاء وما منلاقي حل لقضية النفايات. لا هلا إذا بدك في حلول صغيرة عم تطلع، بلشت تطلع. يعني مثلا في معامل كتير ما الدولة اللبنانية أخذتها من الصندوق الأوروبي أو صندوق الدولي وما عم بتشغلها، لازم تشغلها. فيك أنت تلاقي محلات فيك تردم. يعني مثلا الضاحية الجنوبية عندها 800 طن عم تردمها على الكوستا برافا، ما حدا طالع اسمه. ليش هنيك ما عم بيلاقوا أرض؟ لأنه نحن في إيران. أنا مرة قلت خي ما زال السوليدير، بالإذن عن السوليدير، ما زال السوليدير هي أرض مزبلة وتم معالجتها كأساس مزبلة. طيب وهلا ما فيها حدا، وسكر الميوزيك هول، مع احترامنا للميوزيك هول، وسكروا كل هالشباب، وفيها مناطق كبيره وفيها حفر محفوره، اردموا هالزباله وغطوها وبعدين بس يصير عندكم حل افتحوها. في عندنا اراضي ببيروت، ما حدا يقول ما عندنا اراضي ببيروت، وعندنا اراضي كثير ببيروت، بس المشكله ما عندنا اراده سياسيه. حتى الان ما عندنا الاراده السياسيه. لما ما في اراده سياسيه اي حل انت بتقوله غيرك بناقضه. بدك حدا يكون عنده ثقه. للأسف أنا كنت مفكر أنه النظام السياسي رح يهادن ورح يعطي أكرم الشهية بالثقة السياسية. بالبداية كله قال له أهلا وسهلا وتفضل، من حراك لسياسيين لإعلاميين لمراجع ما إليه، شوي 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 زحط المسار وزحط أكرم الشهية على المسار. هلأ أنا نظري أكرم الشهية إذا يوم الخميس ما في حل بدعيه ليترك هالملف وخلي كل واحد يحمل مسؤوليته، مثل ما أي واحد تاني إذا ما عنده حل حقيقي ومباشر خلي ما يفوت فيه. ساعتها شو بعود يصير؟ ساعتها بده يدير الحرق. بده يدير الحرق، يعني الحرق موجود. لا ساعتها يعني البلدية إذا ما بتقدر تخبي زبالتها تحت شي جسر مثل ما بيصير بغزير، ايه؟ بدهم يحرقوا مثل ما بيحرقوا بطبرجة وبالبوشرية وغير مبسط. من المناطق. سؤال مبسط جدا جدا جدا. بلدية بيروت عندها 1.2 مليار دولار، هلا دفعوا شوي على الدالية وعلى على رمي البيضة، بس عندها نقول مليار دولار. ب 200 مليون دولار فيك تاخد انت وتعمل ريجنال سنترز، يعني بتحرق وبتعمل فرز وطول الطاقة للشوف وللمتن ولكسروان ولبيروت بظرف 8 اشهر. ليش ما بتعملها؟ صلنا 4 اشهر بهلا، راحوا 4 اشهر، ليش ما بتعملها؟ لأنه في صفقة سياسية على المحارق ما بدهم يعملوها. حكلي لحكلك مين. طيب الحراك يا أستاذ رياض، الحراك يعني مش عم ما منحسه هيك عارف شو بده؟ ما يبغزونا جماعة الحراك ضد المناقصات، مع المطامر ضد المطامر، الحمد لله يعني عم يشتغلوا الشباب، لكن انه شو مصير هذا الحراك؟ اولا الحراك قد يصوب مسار ما او هو بده تصويب لمساره.
أولا الحراك طلع هو حراك ناس، وفي شوية ناس فهمين شو بدها بالنسبة للمطالب. بس ب 22 الشهر و 23 الشهر تم المعالجة للحراك، صدوا له، قوصوا عليه شرطة مجلس نواب، زدتوا عليه غازات، لما يوم الأحد نزلت الناس نزلوا عليه الشبيحة، صار الحراك هلا بده يدافع عن نفسه. بعد شوي صار الحراك بده يروح يطلع من مخفر الرمل البيضاء أو من الرخفر الجديدي، صار الحراك ضيعوا الحراك، صار الحراك عم يدافع عن نفسه، صار هو بمنطق المدافع مش المهاجم. طيب لكن مبادرة هو سيس حاله أو سيس جين لك. طيب بعد ذلك صار في عنا شيء اسمه اقتحام وزارة البيئة، في أشخاص بالحراك اعتبروا أنه ما قلتولنا وقلتولنا، انقسم الحراك. ايضا بالنسبه لكثير من القوى السياسيه القائمه والبائده واللي حالم يترجع على هالبلد، بتفكر انه اللحظه التاريخيه اجت مع الحراك، وبالتالي في انقضاض على الحراك لحتى تنقض على السلطه وتسلم السلطه، لذلك تم في افشال للحراك. طيب بس هذا الحراك هو من حراك الناس، والناس بهالمرحله هيدا ما عندها كل الرؤيه. نحن مطالبين الحراك الان يروق شوي، يوحد جهوده ويصير برو اكتف، يعني يبلش هلا مش انه يعمل تظاهره ومسيره واعتصام، بل يروح على مثل ما عملوا يوم الأحد الشباب مشكورين، ينزل تحت الشتاء على نهر بيروت بالزبالة بالمجرير، يلمون يفرجي أنه الدولة والوزراء والرؤساء نايمين وهو عم ينظف. هذا المطالب أنه الحراك يعمل، بلش ياخد المبادرة من أول وجديد بحيث يعالج موضوع الزبالة، مثل ما كان عم تعمل عملية فرح العطاء مشكورة، في كتير مجموعات نزلت عليها شرطة عراية غلطة تقنية ماشي الحال. بس هو المطالب هول نماذج نحن لازم نقويها. بس أيضا الحراك كمان عم بيقول أنه صار في طلب جديد لسياسة جديدة بالبلد، هاي الطبقة السياسية خلص انتهت، هي موجودة لأنه في واقع أمني فارضة وفي واقع إقليمي فارضة، بس هذه ما بتمثل أحلام الشباب. لذلك 29 الشهر لما صارت المظاهرة الكبيرة كانت أنا نظري آخر مرة بتشوف الحراك بهالحجم. الآن بحاجة لإنتاج حراك جديد، وما في مانع، مين بيقول أنه الربيع العربي بيجي بيوم واحد بسنة واحدة؟ الربيع العربي هو كل سنة كل يوم، هو ربيع ثورة دائمة، خليهم هالشباب يضلوا عم بيقاتلوا في سبيل لبنان جديد، وخليهم مؤمنين انه بيقدروا هني يغيروا، لانه التغيير جاي، والتغيير جاي شاء من شاء وابى من ابى. هيدي احلام؟ لا، النسبية جاي. نظام السياسي صار مروكج، ما بيقدر الا ما يفرض النسبية. متفائل انه هلا يقد ايه لانه بده ينطرح قانون ما هو هذا الانتخابات. ما هو بالحوار شو عم بيصير؟ شو الحكي بالحوار عم بيقوله؟ شو صار بالدوحة؟ اجينا قلنا للعماد عون، طيب شو بدك؟ قال لهم بدي بيروت والرمال وقانون الانتخابات. مرقت بيروت والرمال مش الدوحة. هلا شو بدك؟ نسبية، بنعمل قانون 15-13 مختلط وبيمشي الحال. النظام السياسي صار محشور، بده يعمل انتخابات، ما بقى فيه يجدد لحاله. التغيير يأتي بالنسبية، التغيير يأتي من ضمن الأطر الدستورية، والانتخابات هي أول إطار تغييري، وقانون النسبية هو التغيير الحقيقي بالبلد. هلأ ما فيك تعملوا فرد مرة، تعملوا على بطرس على باروت 13-15، تعملوا مختلط تعملوا كبير، عملوا. متفائل بجلسة تشريعية يطرح فيها قانون التجنيس، مجبوط إعادة الجنسية وقانون الانتخابات؟ التجنيس آخر شيء، بس مجبورين. بس اليوم قدموا الشباب اقتراح قانون، مجبورين مشان المال، لأنه بس اللبناني والسياسي تضرب له مصرياته، في عندك مشاريع قوانين كتير كبيرة 80 مليون و500 مليون بيروحوا عليك، فرح يمرقون أحسن ما يروح. الخميس شو رح يصير؟ الخميس بده يطلع الرئيس سلام ويقول أنا اللهم بلغت، ورح يطلع أكرم شهيب ويحكي الحقيقة. والخميس رح نضلنا نشوف الزبالة، وبعد الخميس وماشي الزبالة، ماشي الزبالة، يعني بنحرق زبالات، يعني عنا عم نفرزون. ما هو في مهضومة صار يقولوا الفرز بالمصدر، تمام بفرز بالبيت بس وين بكبون؟ وين بكبون؟ والبيت بيصير مكب. أنا بنظري الخميس بدك تعمل خطوات أساسية، ما بعد الخميس إذا الدولة ما قدرت تفتح النعمة على 7 أيام لتشيل كل هالزبالة، الحرق بده يصير حقيقة فارض نفسه. أنا بدي أشكرك أستاذ رياض الأسعد، أهلا وسهلا فيك. يعني كنا ما نحاول أن نخلص بشيء هيك شيء تفاؤلي، لكن يبدو أنه لا تفاؤل حتى الآن. دين براون قال لهم لكميل شمعون وسليمان فرنجي في بواخر تصرح المسيحيين بسنة 75، أنا فيني أقول لك في بواخر ناطرة بالبحر 105 دولارات بترحل لك الزبالة إذا بدك، بس مش لألي هني.
أنا بدي أشكرك رياض الأسعد. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا انتهى وقت البرنامج، تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء.